عندك هنا يا اسطى. حبيبي يا حبيبي بالغالب بالغالي. حمد لله على السلامة. سلام يا عم عمر، ربنا يكرمك. حمد لله على السلامة يا نصار. حبيبي يا عم نعيم، نورت ابو فارس. يا نصار يا ابني. ايوه يا عم عباس. الراجل قلقان على الايجار. مش لسه دافعينه الاسبوع اللي فات؟ ما الاسبوع اللي فات خلص يا ابني. عند عم عباس حاضر. اما نشوف يا اخويا. القلب الحنين وصل. طب وربنا يعمل النهارده اوفر على الحشيش على حس خروجك. باي سنتي جيت سنتي فري. انت كده عايز تحبسني مليون سنه فري انا احلى. طب بالله عليك نتيجي بالليل عشان نحتفل. جاي لك. وانا فارس حبيب ابوك. وحشتنا فارس. انت بتقول ايه؟ التمثال بتاعي معاك بحق. والنعمه زي ما بقول لك كده، وساعه زمن ويبقى في ايدك. الله اكبر عليك يا وش الساعه. هي دي الاخبار اللي تفرح. بقالي ياما ما سمعتش اخبار حلوه. يبقى انا كان معايا حق. نصار اللي كان لطشه. التمثال فين؟ عيناه في البيت. بيت؟ وبيعمل ايه في البيت؟ يلا نجيبه. افهم الاول، انت ناوي على ايه مع نصار؟ ناوي على ايه؟ هنفخه. هو ده اللي انا عايزاه. رديت روحي يا روحي. يلا. مش انا كنت بحبك قد البحر. الوقت بحبك قد المحيط. ايه رايك يا ولا سبوته في موضوع كده تطلع منه بمصلحه؟ لوز اللوز. لا، طالما قلت سبوته يبقى الحوار كبير وفي جوازه. الله اكبر، انت مخاوي يا واد عليك عفاريت؟ عرفت ازاي؟ لا خالص، الشارع كله عارف الحوار بتاع عم روجي وبلا نجات. عادي ما دام المنطقه كلها عارفه. تخش المعمل؟ معمل ايه؟ الله، يعني تحلل يا روحي. لا لا لا، حلل يا بلا سطره. لا لا، دي قد امي. قد امك ولا قد ابوك؟ امال انا منقياك ليه يا سبوته؟ انا عارفه ان انت واد مطقطق، تقدر تصنفرها وتدلعها وتصغرها، وهو برضه في الاخر فيه مصلحه حلوه. لا، طالما فيها مصلحه نبقى نفكر. لما نقوم انا بالمصلحه ده حماتي. انت واد، انت حكايتك؟ انت رامي ودنك في عيبي ولا ايه؟ مش رامي ودني، بقكوا هو اللي جاف ودني كمان. شوف ازاي؟ وين الهباب ده؟ هو انا مش قايله بضاعتك ما تجيش هنا؟ هو فاكره بيت امك ولا ايه؟ لا، بيت امي. عارف ليه يا سبتي؟ عشان الست دي امي. الست دي امي. بس يا اخوي، هتعملي فيها خالد عن جد؟ ده حاجه تقرف. يلا يا اخويا اكتم كده، مالكش دعوه بالحكايه دي خالص. طب انا في ايه؟ تعالى اللي انت فيك ايه ما يتعيبش. وبعدين انت جوز بيتي يا ولا. الله، حاجه غريبه قوي. انا هتجوز نجات يا ست صوت. الله الله الله، ولا وسوقك عالي يا نجات. خير ان شاء الله. انت كمان عايز تتجوزها؟ بقول لك ايه، رشدي ده حبيبي وصاحبي وجاري، وحريمه ما تخرجش من داري. في ايه يا عم فوزي؟ نعم. ما تكبر للناس، احنا جينا قبل منك. انت مش عايز تكبر للرجاله ليه؟ لا يا عم سبت، معلش، مش انا جيت قبله وحاجز قبله المفروض؟ حتى انت عاطف؟ انا من رايي بقى تخلصوا انتوا الثلاثه. سكتم بكتم خالص. الموضوع ده كده مش عاجبني، وانا بصراحه هفكر مع نفسي واكرر مين اللي يتجوز حبيبتي واستحبيتي. خلاص يا عمتي، انا عندي الفكره. بص، احنا نقول الحادي البادي كرنب زبادي، وشاله وحطه كله على دي، واللي تيجي عليه الكل على دي هو اللي اتجوز. امشي يلا بره، امشي يا زعيم. ليه ما كنت ملعوبه تقفي كده؟ كفى كفى، ما خلي بالك من البضاعه بس. تكني لي شادي عليكم على اللي بتجريهم. يلا يا اخويا فوزي. يلا ونبع عم فوزي. وانت معايا يا روح ماما. يلا يا حبيبي. يلا يلا اخويا. اوجع القلب ده. يلا صدقوا تأمنوا بالله، انا غلطانه اني بتعامل مع ناس تافهه زيكم. ده انا اتضح ان انا ما عنديش رجاله عدل. استغفر الله العظيم يا رب.